الثقافة حول الآلات الموسيقية التقليدية والموسيقى النظرية، تهدف الدورة إلى تعزيز الموروث الثقافي الموسيقي ونفض الغبار عنه والرفع من قدرات الفنانين الشباب في هذا المجال. الرفع من المستوى الثقافي وتنمية التراث الموسيقي الموريتاني العريق ونفض الغبار عن الموسيقى التقليدية بصفة خاصة أهداف تجسدها هذه الدورة التكوينية التي ينظمها اتحاد الفنانين الموسيقيين الموريتانيين بالتعاون مع المعهد الموريتاني للبحث والتكوين العلمي في مجال التراث والثقافة حول التكوين على الآلات الموسيقية التقليدية والموسيقى النظرية لصالح عدد من الفنانين الشباب بغية تعزيز قدراتهم الثقافية والفنية في هذا المجال. سياسة الدولة الموريتانية في مجال مصالحة الذات، مصالحة الإنسان مع ذاته، تتمثل في هذا النوع من العمل، ومنها إنشاء المعهد. والفنانون الموريتانيون عباقرة بمعرفتهم وبمهارتهم، ولكنهم يحتاجون إلى أن يكونوا في مجال كتابة الموسيقى حتى نستطيع إبقاء النغمات والإيقاعات مكتوبة للأجيال القادمة. ويسعى اتحاد الفنانين الموسيقيين الموريتانيين من خلال تنظيمه لهذه الدورة التكوينية إلى صيانة الموروث الثقافي الموسيقي الوطني ونقله إلى الأجيال القادمة، هذا ما أكده رئيس الاتحاد في كلمته بالمناسبة. إن من أولويات أهداف الاتحاد نفض الغبار عن الموسيقى التقليدية والمحافظة عليها ونقلها إلى الأجيال القادمة كذاكرة حية وموروث ثقافي يجب المحافظة عليه، وإيمانا منا بأهمية الموسيقى النظرية بين قوسين الصلفاج كوسيلة للولوج إلى الأغنية العالمية عبر الحروف الموسيقية وإيصال موروثنا الثقافي الموسيقي إلى العالم. ها نحن اليوم بعون الله وقدرته ولأول مرة في تاريخ بلادنا نقدم لكم هذه الدورة التكوينية. أما مديرة المعهد الموريتاني للبحث العلمي والتكوين في مجال التراث والثقافة فقد أكدت أهمية هذه الدورة التكوينية في تبادل الخبرات والتجارب بين الفنانين الموسيقيين وإحياء التراث الثقافي. تستهدف هذه الدورة التكوينية نقل مهارات موسيقية من أساتذة مهرة في مجال الموسيقى إلى فنانين موسيقيين شباب، وتجسد التظاهرة التي تجمعنا اليوم التعاون الوثيق والمتميز الذي يربط المعهد الموريتاني للبحث العلمي والتكوين في مجال التراث والثقافة بالاتحاد الوطني للفنانين الموسيقيين. هذا وستستمر أعمال الدورة التكوينية لمدة 6 أشهر مقسمة على مرحلتين، سيتلقى خلالها المشاركون عروضا ومحاضرات حول الآلات الموسيقية التقليدية والموسيقى النظرية، ويشرف على تأطيرهم أساتذة وفنانون مختصون في المجال. نظمت الرابطة الوطنية